في سياق متصل، عمت الاحتفالات ومحافظات الضالع وتعز ومأرب والمكلا بعد تقدم المقاومة وسيطرتها على مناطق استراتيجية في محافظة عدن. وأطلق أهالي هذه المحافظات الألعاب النارية ابتهاجا بهذه المناسبة، فيما خرجت مظاهرات في مدينة المكلا والشحر معتبرين ما حدث تبشيرا باستكمال تحرير المدينة والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. قادر صدقني انه خلاص برجع بيتي، برجع ارتاح ولا حد بيجينا، عدنا ان شاء الله بتحرك. يحيطهم الكثير من الدمار وبالكاد يتعرفون على منازلهم، لكنهم اصروا على الخروج الى الشوارع واعلان فرحتهم باشكال مختلفه وكتم احزانهم الى ايام اخرى. يعي اهالي عدن انهم لم يخرجوا فقط من 4 أشهر من حرب ميليشيا الحوثي، بل انهم يخرجون من الرداء القديم الذي استمات مقاتلون قادمون من بعيد إلباسهم إياه. تدافع الفرحين إلى الشوارع بسياراتهم وأحلامهم وأقدامهم، يضعونها فوق كل لحظة أحسوا فيها أنهم لم يعودوا قادرين على المضي حيث شاء. ومثلما لم يكونوا وحدهم من يدعو أن تخطئهم القذائف الموجهة إليهم، فلم يكونوا وحدهم أيضا وهم يفرحون. شاركتهم الضالع والمكلا ومأرب الفرحة وقاسمتهم الأماني. أما تعز فقد كان مع كل تقدم تحرزه عربة لمقاومة عدن في المعلى، فإن مقاومة تعز تجتاز مئات الأمتار في حوض الأشراف وحي الجمهورين، كما علق أحد المبتهجين. ستلتحق مدن البلاد كلها بموكب الفرح، وسيترك اليمنيون مواكب أحزان رتبتها الميليشيا ولم تشأ لها أن تنتهي.